أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. أول شيء نعتذر لكم على التأخير اللي صار، لكن كان الموضوع مو بيدنا. كانت الشحنة هاي بمطار بغداد وكانت أكو مشاكل هناك، والمواد متأخرة هناك شهر ونص، يعني المفروض هاي الشحنة تكون توصلنا ونستلمها قبل شهر ونص من هسة، وبالتالي تعطل الشحن كله. فهاي الشحنة فقط، يعني هاي الشحنة هاي اللي جينا نصورها مال تكملة شحنة الجمعة السوداء، وتاريخ الشحن مال هاي الشحنة تقريبا يوم 20/12 ذاك الشهر اللي راح، واللي ما وصلت غراضهم بهاي الشحنة راح توصل ان شاء الله بالشحنة الجاية. طبعا الشحن لان كله تأخر بشكل عام من ورا مطار بغداد وهاي المشكلة، فالشحنات كلها تأخرت وان شاء الله توصل بالشحنة الجاية. زين، ايضا تم فرض جمارك اضافية من الحكومة العراقية على هاي الشحنة. بالنسبة لباقي الشحنات ما ندري، احتمال تقل عليها الجمارك او لا ما ندري، فننتظر ان شاء الله والله كريم. هسه نبدي وياكم نشوف شنو بقية الغراض اللي واصلة. مثل ما جاي تشوفون هاي الصناديق اللي وصلتنا مع هاي اخير شحنة اللي هي تقريبا تكملة مع اليوم الجمعة السوداء. مثل ما جاي تشوفون هاي الغراض اللي بيها. طبعا نعتذر عن جودة الفيديو لان الكاميرا الموجودة عطلت، وفهسه جاي نصور من الموبايل قبل، منتظريها بالتصليح بس تكمل نرجع جودة الفيديو المعهودة. عندنا هنا كتاب مثل ما جاي تشوفوه، كتاب انجليزي. عندنا هنا والله شنو هنا الميكروفون مال الاوديو تكنيكا، طبعا مايك احترافي هذا الهيدفون العفو، او هيد سيت يسموه مثل ما مبين، هذا فتشي خرافي مال الاستديوهات اكثر شيء. عندنا هنا ملابس رجالية اعتقد هذا تراك او بدي. ايش عندنا والله هنا؟ ها هنا اوراق فردية مال يوغي، اللي يحب يطلب اوراق مفردة خلي راسلنا على الصفحة. هنا كتاب انجليزي اعتقد طبي هذا الكتاب مال نورسينج اللي هي نسيتها والله. زين هسه ايش عندنا والله بعد؟ ها عندنا هنا هذا البلو يتي مايكروفون مال تسجيل صوت، طبعا احسن مايك مال تسجيل صوت خرافي هذا مجربي، سعره شوية غالي صحيح بس يسوى، يطلع الصوت دقته كلش عالية. عندنا هنا قرص مال VS4 مال تايتون فول 2، طبعا الاقراص ارخص بامريكا خاصة الاقراص القديمة. عندنا هنا اقراص اوراق مفردة مال يوغي. هنا عندنا ماوس باد من ماركة لوجيتك مثل ما جاي تشوفون بالفيديو. زين عندنا هنا اضوية LED من ماركة فيليبس مثل ما جاي تشوفوها، طبعا اضوية مال السيارة هذني. زين هنا عندنا مكملات غذائية هذني مال بشرة ومال مواد تجميل وهيج شي. وهذن ايضا مواد غذائية، العفو مكملات غذائية مثل ما جاي تشوفوها. زين هنا عندنا بادي فيك، هذا البادي شكله حلو. هنا ايضا اعتقد هذا بنطلون، اي بنطلون كاوبوي. زين هنا ايش عندنا؟ ايضا مكملات غذائية اوميجا 3 والفتشي مال البشرة والاظافر، سيارة مال السباق، هارد مال سامسونج بورتابل اس اس دي حجمه 500 جيجا. هنا شنش عندنا؟ زيوت طبيعية مثل زيت الامبر، ما اعرف شنو هذا، اعتقد اللحية يستخدم. عندنا هنا كوميك بوك مال باتمان، قصص باتمان مثل ما جاي اشوف قبالكم هذا بالصورة، فشي حلو عشاق الكوميك بوك يحبون هيجي شي. مكملات غذائية مال اوميجا ومال كاليسيوم، طبعا على شكل حبوب جيلاتين او هيجي شي. بنطلون كابوي اسود. زين ايش عندنا بالله بعد؟ ايضا مكملات غذائية، مجموعة من الفيتامينات والمعادن. هنا عندنا الاوميجا 3 مالتي فيتامين، مجموعة مكملات غذائية ايضا هذني من فيتا فيوجن ماركة. عندنا هنا مايكروفون اللي هو مال تسجيل مال الصوت من ماركة ايريك، طبعا في شي خرافي هذا التسجيل مالته. زين عندنا هنا مثل ما جاي تشوفون ماركة الهاي حذاء ماركة ريبوك،
يعني فد شي حلو مبين. عندنا هنا البوكس مال يوغي مال سيركت بريك متوفر للبيع المباشر مثل ما جاي تشوفوه، اللي يحب يطلب منه خلي راسلنا على الصفحة. البوكس هذا تقريبا بي اكثر من 100 ورقة. عندنا هنا بوب فلتر، هذا مال تصفية الصوت، اللي يسجل صوت يصفيه بهذا البوب فلتر. عندنا هنا ايضا اعتقد هذا ستاند مال مايك من ماركة نيوير. عندنا هنا ايضا ستاند مال مايك، لكن هذا المايك هذا الكبير اذا عرضناه مال بلو يتي مثل ما بينك بالكم. عندنا هنا مكمل غذائي مال سنتروم، واعتقد هذا مكمل غذائي للرجال، اعتقد يعني ما متأكد. على العموم اي شيء نقدر نطلب، يعني مكملات غذائية او ملابس او قطع غيار او الكترونيات او ملابس، اللي يحب يطلب اي شيء كل اللي عليك انه تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نكمل وياك الباقي. اللي يحب يجيب جملة او مفرد هم نقدر نوصيله. طبعا للي يسأل اذا كان بغير محافظة فاكو توصيل لكافة محافظات العراق. كل اللي عليك يعني كنت سواء بالنجف او بغداد او بالبصرة او حتى باربيل، كل اللي عليك انه راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وراح نكمل وياك نعطيك المعلومات اللي تحتاجها. ايضا تسعير المنتجات ما تراسلنا على الصفحة. بالنسبة للمبلغ اللي يحب اكو حوالي تقدرون تزون المبلغ او رصيد، او تقدرون تزورونا بالمكتب مالتنا بالنجف، واكرر انه اكو توصيل لكل المحافظات. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، راح اخلي رابط الصفحة وارقام الموبايل بالوصف مال الفيديو. هسه نكمل الغراض استعراضها. عندنا هنا ايضا اضاءة اللي هن مال لايتات مال السيارة اعتقد. مكملات غذائية، هذا مال ساو بالميتو، ما اعرف شنو بالضبط شنو شغله ما متأكد، بس هم ناس رايدي يعني هذا حسب الطلب. عندنا هنا رام، بس رام خرافي هذا 400 جيجا، معقولة هلقد حجمه 400 جيجا؟ شوف لون وصلنا ولا مو احنا وصلنا هم وصلوا. مجموعة اوراق مال يوغي مثل ما جاي تشوفون، بيها قديم وبيها جديد. اللي يحب يطلب اي شيء او اي منتجات متعلقة بلعبة يوغي موجودة عندنا للبيع المباشر. زين خلينا نشوف هذا الصندوق. زين عندنا هنا شنو هذا؟ اعتقد هذا حزام ما متأكد. زين هنا عندنا ملابس، هنا همات ملابس عندنا، همات عندنا ملابس هنا. زين خلينا نشوف بعد. عندنا هنا المانجا مال ذا سيفن سينز مثل ما بينك بالكم، هذا انمي مشهور وهاي المانجا مالته. اللي يحب يطلب اي اشياء متعلقه بالانمي هم نقدر نجيب اللي هي هنا السيركت بريك سبيشال اديشن مثل ما جاي تشوفوا. ايضا اي منتجات متعلقه بلعبه يوغي سواء للمحترفين او للمبتدئين او اللي مجرد يحبون اللي يلعبون اللعبه هم نقدر نوفر لكم اياها. عندنا هنا المشد مال جسم مثل ما مبين بالصوره، هنا تشوفوا مثل ما جاي تشوفوا اقبالكم. طبعا ولو تاخرا انه بس ما كان يعني ما كان صوشنا. هذا اللي تشوفوه طبعا مثل الحراريه يعني حتى اللي تقدر تستخدمهن تقدر تستخدم الموبايل يعني. عندنا هنا اعتقد هاي مجله او دفتر تعليمات، منتج مال اطفال اعتقد هذا مثل ما مبين قبالكم. شامبو مال اراغان، طبعا شامبو خرافي للشعر هواي يستخدموه وهو ما يمدحون بيه بموقع امازون. عندنا هنا زيت الافوكادو، طبعا اي شيء موجود موقع امازون نقدر نجيب لكم اياه ملايين الاشياء. عندنا هنا هذا سليفات مال اوراق مال يوغي او حافظه مال اوراق تحفظ الورقه. فوليوم كريم اللي هو هذا مثل الشامبو عنايه للشعر. ايش عندنا هنا؟ هذا اني اعتقد يداس مال السياره. زين هنا ايش عندنا؟ هذا الهير ستريتنر اللي هو راح انباليه هسه، والله تعبان وريد المواد بس نكملها باسرع وقت لانه وايد تاخرت مع الاسف والله حكومتنا هيج. عندنا هنا ستاند مال اعتقد مايك مات من ماركة رود، طبعا ماركة مشهورة هاي تسجيل الصوتيات مثل ما جا شوفوها.
عندنا هنا كيسات او كفرات مال الموبايل، يعني اشياء متنوعة مال الموبايلات مختلفة. عندنا هنا زيت اللحية، هذا هواي مشهور، طبعا سعره من امازون هواي ارخص من ما موجود هنا. هنا عندنا توصالة مال الصوت، عندنا هنا حذاء، هذا اعتقد حذاء نسائي مثل ما مبين قبالكم بالصورة، وهذا على شكله يعني في شي حلو راقي. خلي شوية يصير الفوكس مثل ما جاي تشوفوا، هذا شكله طبعا ماركة، هذا نوعية ممتازة. هنا أنا مجموعة فرش مال مكياج، هذن وياهن قبالكم بالصورة جاي تشوفوهن، أكيد هذن ماركة مشهورة. ايش عندنا هنا بالله بعد؟ فتشي مال تصليح الزجاج، يعني اعتقد هيجي شي. هنا عندنا ساعة، اعتقد هاي ساعة نسائية. فرج مال مكياج، وفتشي مال سماعة مال طبيب، فد قطع غيار واكسسوارات. قناع مال انمي مال كانيكي، هذا مشهور ينحط على الوجه، هذا القناع هواي مشهور اللي ما يعرفه. عندنا هنا اهم شغلة مال انمي، هذا مثل الطوق مال بنات بس مال انمي. هنا عندنا باروكة مال شخصية بالانمي ايضا، يعني باروكة هاي نقدر نقول عليها. كفرات مال موبايل، اعتقد هذا اني مال نوت 8 او الاس 7 ما متأكد. قطع غيار مال السيارة او مال مكان حديدية مثل ما جاي اشوفه اخباركم بالصورة، ايضا هذا ثاني زين. انا اعتقد ثلاثة احنا مشترين. عندنا هنا مشد مال الجسم مثل اللي شفناه قبل شوي بالصورة. هنا البادس اللي هنا مثل فتشي مال عناية بالبشرة والعيون والجسم وهيك شي. هذين يكونهم طبعا ناس وموصين. اكثر الطلبات اللي تجيني هي يعني خاصة بناس طالبيها الهم، وشغلات قليلة نجيبها للبيع مباشر لان امازون بهواي اغراض فما ندري شو نجيب. فاذا عجبك اي شي موقع امازون دزلنا رابط المنتج واحنا راح نكمل وياك الباقي، او اذا كان عندك سؤال استفسار راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك وان شاء الله نكمل وياك. اعتقد هذا شغلات مال مكياج وهيجي شي. شوف ايش عندنا هنا من اي باي، طبعا من اي موقع امريكي مو شرط امازون، ممكن من اي باي ممكن موقع ثاني. عندنا هنا جاي يشوفون قطع غيار مال السيارة، هذني لايت طبعا هنا يعني ارخص ما هن موجودات هنا، واصلا اكو شغلات ما موجودة بالعراق اصلا، فاللي يحب يوصي هيجي شغلات خلي راسلنا على الصفحة. طبعا نتأخر شوية بالجواب لأن اكو رسائل هواية. أكرر أنه اكو توصيل لكل المحافظات، وخلنا نشوف هسه هذا ايش عندنا. هنا أنا أيضا قطعة غير مال سيارة، أعتقد هاي مال تشارجر اللي هي هاي مثل الدرع أو حامي تنحط قدام السيارة، ما أعرف شو يسموها يعني مو اختصاص السيارات. زين خلينا نشوف شنو ايش عندنا بعد. والله شنو سحقت ولا اقصد يعني، اعذروني على السعقات. هنا هذن هم مال درع مال سيارة، هذه نحط قبال الرادياتر مبين يعني مبين شكله معروف. هنا هذا المنتج ما اعرف شنو ما مبين بالضبط، اعتقد هذا يشكلون عليه شاشات او هيك شي حسب ما مكتوب يعني. زين خلينا نشوف بعد. عندنا هنا مجموعة مال اوراق مال يوغي، طبعا اكو دورات نسويها دائما، دورات مجانية بمكتبنا بالنجف عن هاي اللعبة. اللي يحب يتعلم سواء كبير او صغير يقدر يتعلم على هاي اللعبة، مو شرط يعني ما بيها عمر محدد، بس يراد لها تفكير واستراتيجية فهي المفضل للكبار اكثر. مجموعة من اوراق مفرد مال يوغي مثل ما جاي تشوفون، اللي يحب يوصي خلي راسلنا على صفحتنا. وعندنا هواي اوراق ومجاميع ومتعلقات بلعبة يوغي متوفرة للبيع المباشر. كل اللي عليك انه راسلنا على صفحتنا وان شاء الله راح نجاوبك. رايقيك ايش قد الورقة قديمة وبعدها، طبعا سعرها الورقة كلش هواي. عندنا هنا الضبدوع تودو يوسم، اكيد هواي يعرفوا. هنا الورقة القديمة هاي ولسه بعدها تشتغل للي متابع اللعبة من زمان. ايش عندنا بالله بعد؟ جيت بلوكر، هنا هاي اللي وراها مال ديناصورات الاكسيزات، اللاجي والدولكا،
عندنا هنا الماكرو كوزموز، طبعا هو مش ورقة مشهورة. الادفانس ريتشوال ارت اكثر شيء يستخدموها جماعة البلو ايز، واللي انا احب هاي المجموعة واعترف بهيجي شيء. مجموعة هنا عندنا مال كايجو، اللي حبي يتعلم على اللعبة ايضا اكو فيديوهات تعليمية احنا مسويها، واذا هو كان بالنجف خلي يجينا للمكتب، يعني اكو دورات مجانية نسويها دائما. طبعا اكرر ترى اللعبة مو بس للصغار حسب ما اكو البعض متوقعين، لا بالعكس هواي كبار يلعبوها، ولو تشوفون للخارج يعني اعمارهم 30 او 35 وفوق هم يلعبون اللعبة، لان اللعبة كلش حلوة واستراتيجية. وجاي تشوفون هسه اوراق هواية ناس جاي توصي من عندها، طبعا هذني اوراق مو عبالكم رخيصة، يعني اكو حتى ورقة واحدة ب$5 $10 حتى توصل لـ$20 البطاقة الواحدة، فاكو اشكال وانواع. مثل ما جاي تشوفون هذا النقبالكم مجموعة من الأوراق المفردة، اللي يحب يوصل أوراق مفردة أو مجاميع أو أي إكسسوارات للعبة أو متعلقات لعبة يوغي خلي راسلنا على الصفحة. هاي أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامة.